بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين للشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه في الدارين أمين. ووضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه في الدارين أمين. الحديث 12 من الباب الأول، وهو باب الإخلاص والنية. يقول بإسناده الإمام النووي، ونقول بإسنادنا عن الإمام النووي إليه في كتاب رياض الصالحين، وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإذا هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. يقول الشارح: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن المطلب ابن عبد المطلب رضي الله عنه، هو حقه كان يقول ابن عم. انت عندك لا، انا بتكلم عن ابي العباس عبد الله ابن عباس عم رسول الله. عبد الله بن عباس ده يبقى عم رسول الله ولا ابن عمه؟ طب ازاي يكتب عم رسول الله؟ مش يكتب ابن عمه؟ فيخلي عبد الله بن عباس اللي هو مولود اصلا وكانوا محاصرين في الشعب، يخليه عم النبي؟ عم النبي ابوه، فعلشان كده تكتب ابن عم رسول الله. واضح؟ وعن ابي العباس عبد الله بن عباس، اصل عبد الله بن عباس خلف ولد سماه ايه؟ العباس على اسم ابوه، فبقى اسمه ابو العباس عبد الله بن عباس. فهمت بقى ازاي؟ طيب عبد الله بن عباس ده ايه؟ ابن عم النبي، مش عم النبي، يبقى تحط ابن. خلاص؟ وتثبت الالف ابن، مش تكتبها لي زي اليمنيين بن لادن. لا ما ينفع. يكتبوها ابن بن لادن، يكتبها بن لادن، لا هي ابن لادن. فهمت بقى ازاي؟ يبقى تكتب ابن تثبت الالف. واضح؟ خطا ونطقا. خلافا لليمنيين، ابو فلان يقول لك با فلان، بدل ما اقول ابو فلان يقول لك با فلان، تبقى انت مش فاهم ايه با فلان ده، ده دواء ده ولا راس ولا ايه بالظبط، ده حاجه للانفلونزا دي ولا ايه، واخد بالك؟ انت ما تعرفش، هي ابو فلان وخلاص تفهمها، لكن با فلان، اه با فلان دي الظاهر حاجه كلينكس كده زي المناديل الورق اللي بينفوا فيها دي ولا ايه بالظبط. فناخد بالنا من الحاجه دي. يبقى ايه؟ ابن يثبت الألف في أول السطر وكتابة، ويثبت نطقا فقط لو كان بين الابن والأب، تكتب عمر بن الخطاب، لكن في الكتابة، لكن في النطق تقول عمر ابن الخطاب. واضح؟ لكن لو نسب إلى أمه تثبت الألف خطا ونطقا زي عيسى ابن مريم، تثبت الألف. فهمت ازاي؟ فحين نكتب بقى هنا ابن عم رسول الله، ضيف ابن
يا إما إذا كان قصد العباس ابن عباس ويقصد عم رسول الله اللي هو العباس نفسه، واخد بالك، يبقى صحيح، بس احنا بنتكلم عن الراوي مش عن أبوه. فطالما بنتكلم عن الراوي يبقى نقول ابن. هو دلوقتي بيعرف الراوي ولا بيعرف أبو الراوي؟ يبقى المفروض يكتب ابن. فهمت بقى الكلام؟ يبقى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حد عنده نسخة مكتوب فيها ابن؟ ها؟ يبقى خلاص، اهو دي بقى التعديلات اليسرية على ابن علان الصديق، واخد بالك ازاي؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبد المطلب رضي الله عنهما، ولد قبل الهجرة. يبقى بيتكلم هنا على مين؟ على عبد الله بن عباس، مش بيتكلم على عم النبي. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين بالشعب، لما حصروا المسلمين في شعب بني طالب، واخد بالك، ومنعوا الشراء والبيع والشراء والتزاوج منهم والتعامل. ثلاث سنين ولد قبل الهجرة بثلاث سنين بالشعب، وبنو هاشم محصورون. يعني معناه ان لما توفي النبي كان عبد الله بن عباس عنده كم سنة؟ 13 سنة. فهمت بقى؟ لان ثلاث سنين قبل الهجرة وعشر سنين في الهجرة، وتوفي النبي، يبقى عبد الله بن عباس كان عنده 13 سنة لما توفي النبي. فهمت بقى؟ ولد قبل الهجرة بثلاث سنين بالشعب، وبنو هاشم محصورون فيه قبل خروجهم منه بيسير، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، وقيل ابن 15 وقيل ابن 10، ويؤيد الأول ما صح عنه من قوله في حجة الوداع: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وصح أنه صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل، اللهم علمه تأويل القرآن، اللهم بارك فيه وانشر منه، واجعله من عبادك الصالحين، اللهم زده علما وفقها. دعوات جميلة للنبي له، عشان كده قالوا عليه ايه؟ حبر الأمة، ببركة دعوة النبي. وثبت عنه أنه قال: رأيت جبريل مرتين، وهذا سبب عما في آخر عمره. وفضائله شهيرة ومناقبه كثيرة، أوردت جملة صالحة منها في كتاب فضل زمزم. روى له 1660 حديثا، يعني يعتبر من المكثرين برضو في الرواية، لأنه روى 1660 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق منها على 95، وانفرد البخاري ب28، ومسلم ب49. مات بالطائف ودفن بها، وربنا أكرمني وزرته هناك الحمد لله. مات بالطائف ودفن بها سنة 58 في خلافة ابن الزبير، وقيل سنة 9، يعني 59. وصلى عليه محمد بن الحنفية، أخو سيدنا الحسين والحسن ابن سيدنا علي، أخو سيدنا الحسن والحسين لأبيهم، يعني ابن سيدنا علي. وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقال: مات رباني هذه الأمة. وكان ايه؟ قارب 100 وكف بصره، يعني طلع عمره سيدنا ايه. لكن على اي حال هنقول ايه؟ هم بيقولوا كده، لكن نقول لما لو مات 58 يبقى 58 هجري زائد 3 سنين يبقى كام؟ يبقى 61، في حين ان بعض الكتب يقول لك ده جاوز المئة، فغلط، عمره ما يكون جاوز المئة. فهمت؟ طالما مات سنة 58 هجري. روي عن ابن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي، اي روى عن ابي العباس انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ياتي حال كونه مندرجا في الاحاديث القدسيه، وهي التي يرويها عن ربه تبارك. قال البيضاوي: أو تكاثر خيره من البركة، وهي كثرة الخير، أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله، فإن البركة تتضمن معنى الزيادة. وقيل: دام من بروك الطير على الماء، ومنه البركة لدوام الماء فيها، البركة، ومنه البركة لدوام الماء فيها، وهو لا يتصرف فيه ولا يستعمل إلا لله تعالى، انتهى.
وعلى الثاني مما قاله، فيكون قوله تعالى أي تنزه عما لا يليق به مما يقوله الجاحدون والمبطلون إطنابا، إطنابا يعني كأنها إيه تبارك وتعالى، تعالى دي هي مندرجة في تبارك، فكأنها إطناب يعني إيه زيادة يعني. ثم هذه عبارة السلف في رواية الأحاديث القدسية، فلذا آثرها المصنف، ولهم في ذلك عبارة أخرى، وهي أن يقال قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد. وقد ذكرت ما افترق فيه القرآن والحديث القدسي في شرح الأذكار. الفرق بين القرآن والحديث القدسي أن الحديث القدسي أوحي للنبي معناه وترك للنبي اللفظ، اختيار اللفظ. أما القرآن فأوحي للنبي لفظا ومعنى، فهمت؟ وسيأتي بعضه في باب الصبر. وقيل ليس من الأحاديث القدسية، بل المراد فيما يرويه عن فضل ربه أو حكمه أو نحو ذلك. وتعقب ذلك الجزم بأن كلا الأمرين محتمل، والأقرب إلى السياق وإلى اصطلاح السلف المذكور في رواية الأحاديث القدسية أنه منها. وقد جاء في بعض طرق الصحيحين ما يصرح بأنه منها، يعني من الأحاديث القدسية، وهو يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها لأجلي فاكتبوها له حسنة. يبقى لو ترك السيئة خوفا من الله هنا تكتب حسنة، إنما ترك السيئة لأنه عجز عن فعلها، واخد بالك، يبقى لا تكتب له حسنة. لكن يبقى ربنا لما عجزه عن فعلها حفظه، بس حفظه من أن يبشر، فهمت بقى إزاي؟ وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها عليه بمثلها. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح عوده إلى الله وعليه، فيكون من الإظهار في محل الإضمار قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي أمر الحفظ بكتابته أو كتبها في علمه على وفق الواقع منهما، أو قدر مبالغ تضعيفها. ثم بين أي الله تعالى وجعل الضمير له صلى الله عليه وسلم مبني على ما مر من أن المراد بعن ربه عن حكمته أو فضله، وقد علمت ما فيه. وثم ثم بين، ثم دي للترتيب الذكري مش للتراخي الواقعي، ده ترتيب ذهني فقط. ثم بين ذلك للكتبة من الملائكة حتى عرفوه واستغنوا به عن الاستفسار كل وقت كيف يكتبونه، يعني الملائكة عارفة ايه هي الحسنات وايه هي السيئات، ربنا عرف للملائكة كده بحيث لما تيجي تعمل الحسنة الملاك مش يقول يروح يسأل ربه هو العمل ده يا ربي حسنة ولا سيئة عشان اكتبه، لا ما بيسألش، هو ربنا عرفهم، عرفهم ايه هي الحسنات وايه هي السيئات، عشان لما يجي يدونها يدون السيئة في دفتر السيئات ويدون الحسنة في دفتر ايه الحسنات. فمن هم بحسنة اي ارادها وترجح فعلها عنده فعلم منه بالاولى العزم، وهو الجزم بفعلها والتصميم عليه، فلم يعملها كتبها الله عنده، هي عندية شرف ومكانة لتنزه تعالى عن عندية المكان يا وهابي. فهمت بقى ازاي؟ كلامنا موجه لمين؟ الوهابية مش لينا، لان احنا عارفينها من غير ما يقول لنا، لان كلمة ظرف المكان والزمان اذا ارتبط بالله فقد معنى الزمان والمكان، لان الله خارج عن الزمان والمكان. حسنة لان الهم بالحسنة سبب الى عملها، وسبب الخير خير، لان قبل ما تعمل الحاجة لابد انك انت تعزم عليها في قلبك، فيبقى العزم ده والهم ده هو سبب ظهورها في الواقع، فهمت ازاي؟ أما الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم فليست كذلك، لكن لما يجي خطرة كده سريع خاطر كده سريع، واخد بالك،
وبعدين ما حولتوش الى حديث نفس، فانتقل من حديث النفس الى الهم ثم العزم ثم الفعل، يعني تطور. يبقى الخاطره دي ربنا لا ايه، لا يسال عنها، لا يثيب عليها ولا يعاقب عليها. واضح؟ واما الخطره التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم فليست كذلك. واستفيد من ذكر الحسنه هنا والمضاعفه فيما ياتي اختصاص المضاعفه بمن عمل دون من نوى، فهما في الاصل سواء وان اختص العامل بالتضعيف. وقوله كامله وصف حسنه، وذكر لئلا يظن انها لكونها مجرد هم ينقص ثوابها. وان هم بها اي بالحسنه فعملها، يبقى التضعيف اذا ظهرت فعلا، وتكتب حسنه ان لم تظهر في الفعل وبقيت في القلب هم فقط. واضح؟ يبقى ما فيش تضعيف في الايه، في الايه، في الهم بالحسنه، التضعيف اذا خرجت في صوره الفعل. واضح؟ كتبها الله عنده 10 حسنات لانه اخرجها من الهم الى ديوان العمل، فكتب له بالهم حسنة ثم ضعفت فصارت 10. وهذا التضعيف لازم لكل حسنة تعمل. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يعني ما فيش حسنة تتعمل ربنا يكتبها حسنة واحدة، أقل تضعيف 10، أقل تضعيف. ثم قد تضاعف بعد لمن شاء الله. قال الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، مضاعفة أخرى لتفاوت الناس في ايه، في درجه ايه، اخلاصها وفي علمها وفي مراعاه الادب عند العمل وكل الحاجات دي، تفاوتهم تفاوت كبير، وبالتالي تتفاوت التضعيف الى 700 ضعف على حسب ما اقترن بها من اخلاص نيتي وايقاعها في محلها الذي هو به اولى واحرى. وفي روايه في الصحيحين ايضا الى 700 ضعف الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي دليل على أن الصوم لا يعلم قدر مضاعفة ثوابه، لا يعلم قدر مضاعفة ثوابه إلا الله تعالى، لأنه أفضل أنواع الصبر. وقد قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إلى أضعاف كثيرة، وكثيرة هذه وإن كانت نكرة إلا أنها أشمل من المعرفة، فتقضي لهذا أن يحسب توجيه الكسرة على أكثر ما يمكن. كتصدق بحبة برا مثلا، تحسب له في فضل الله تعالى أنه لو بذرها في أزكى أرض مع عناية الري والتعهد، ثم حصدت وبذر حاصلها في أزكى أرض كذلك، وهكذا إلى يوم القيامة، جاءت تلك الحبة كأمثال الجبال الرواسي. يعني بيدي لك مثال ان اعتبر الحسنه دي كانها حبه قمح، وحبه القمح دي زرعتها في احسن ارض خصوبه وراعتها احسن رعايه، تطلع من الحبه دي 7 سنابل، في كل سنبله 100 حبه، وكل حبه بقى من 700 دول يزرعهم تاني، تطلع بقى 700، تطلع من كل واحده 700، وبعدين العدد التاني ده يزرعه تالت ليوم القيامه، عشان كده تبقى حبه واحده يوم القيامة تلاقيها جبال من الحسنات. فهمت؟ لأن الله ينميها. وما ذكرته من أن التضعيف بـ10 لابد منه لكل عامل حسنة، وأن التضعيف بـ700 فأكثر إنما يحصل للبعض على حسب مشيئته تعالى، هو ما جزم به المصنف رحمه الله تعالى. وإن هم بسيئة فلم يعملها، بأن ترك فعلها أو التلفظ بها لوجهه تعالى، لازم لوجهه تعالى، لا لنحو حياء أو خوف ذي شوكة أو عجز أو رياء، بل قيل يأثم حينئذ من حيث نحو الرياء، لأن تقديم خوف المخلوق على خوف الله محرم، وكذا الرياء. كتبها الله عنده حسن لأن رجوعه عن العزم عليها خير، أي خير، فجوزي في مقابلته بحسن. وأكدت بقول كاملة إشارة إلى نظير ما مر في كاملة في الهم بالحسن، لا يقال نظير ما مر ثم إن الهم بالحسنة تكتب فيه حسنة،
أن يكون بالسيئة تكتب فيه سيئة، لأن لو ما قالش النبي كده كنت ظننت إن لو هم بالسيئة بقى تكتب سيئة زي ما الهم بحسن تكتب حسنة، لكن النبي علشان كده قال لا، ده لو هم بالسيئة ثم تركاه على القياس الأول بقى بالنسبة للحسنات هتقول تكتب سيئة، لكن الرسول قالك لا تكتب حسن. فهمت إزاي؟ فإن الهم بالسوء من أعمال القلب، لأن نقول قد تقرر أن الكف عنها خير أي خير، وهو متأخر عن ذلك الهم فيكون نسخا له. إن الحسنات يذهبن السيئات، وعند مسلم يقول الله إنما تركها من جراي، يعني من أجلي، أي من أجلي، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. زاد أحمد ولم تضاعف عليه. ويدل له قوله تعالى فلا يجزى إلا مثلها. نعم قد تعظم بشرف زمان أو مكان كالأشهر الحرم ورمضان ومكة، أو بشرف الفاعل لها وقوة معرفة بالله تعالى وقربي منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعده. يعني قد تكون السيئة يعني شديدة، صحيح مش مضاعفة بس تبقى شديدة، لو فعلها في مكان شريف أو في زمن شريف تكون أشد ممن لو فعلها في إيه، في زمن عادي. يعني زي اللي يعصى ربه في رمضان يعني إيه، أشد من اللي يعصى ربه في غير رمضان، واللي يعصى ربه في الحرمين الشريفين أشد من اللي يعصى ربه في إيه، في بلده بعيد عن الحرمين وهكذا. ثم قوله إن هم وإن هم إلى آخره فيه دليل على أن العزم لا يكتب معه، لكن أفتى قاضي القضاء ابن رزين من أئمتنا بأن من عزم عليها ففعلها ولم يتب منها أو أوخذ بعزمه لأنه إصرار، وتناقض فيه كلام السبكي، ورجح ولده ما يوافق كلام ابن رزين. تنبيه، لم يقع من يوسف عليه السلام هم بمعصية، مش بيقول لك ايه ولقد همت به وهم بها، لا تفتكر ان هم سيدنا يوسف كان ايه معصية، لا ده هم بها ان يمنعها من ان ايه تحصل على مرادها منه، هي همت ان تأخذ شهوتها منه وهو هم ان يتخلص منها. فهمت بقى ازاي؟ فهم سيدنا يوسف غير همها، كل هم حسب ما يليق. تنبيه، لم يقع من يوسف عليه السلام هم بمعصية على ما قاله ابن أبي حاتم ومن وافقه، ومعنى الآية عندهم هم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا رؤية البرهان لهم، لكنه لم يهم لأنه رآه. هو برهان ربه اللي هو إيه؟ برهان ربه اللي هو دليل الرباني على براءته. ايه هو الدليل الرباني على براءته؟ ان قميصه يقدم من دبر، مش كده برضو؟ يبقى لانه لو كان هم بها بالمواجهة منعها بالمواجهة لقد القميص من قبل، فيبقى منعها لكن ليس معه دليل براءته. فهمت بقى ازاي؟ فربنا ألهمه قال له بدل ما تواجهها بالمواجهة يا يوسف اديها ظهرك. فهمت ازاي؟ يعني الانسان لما بيواجه حد عايز يمنعه بيعمله ايه؟ بيعمله بالمواجهة، مش بيديله ظهره. أم سيدنا يوسف لما ربنا علمه ان برهانك هيبقى في ظهرك فراح مديها ظهره، تعلقت بظهره فقد القميص من ايه؟ من دبر، في دخلة سيدها، يبقى تخلص منها ومعه دليل براءته. فهمت؟ يبقى برهان رب هو دليل براءته. فهمت؟ لان مكتوب شويه كلام ايه اسرائيليات كده في التفسير، قال لك برهان ربه تخيل صوره ابيه يعقوب وهو قاعد بيقول له يا يوسف اوعى تعمل كده اوعى، وبيعرض على شغل ايه تمثيليات بتاعه اليهود. هو ده كلام فعلا، كل ده كلام مكتوب في كتب التفسير. ايه هو البرهان؟ ربنا بينه دليل براءته، ودليل براءته ان قميصه قد من دبر، وانه لو هم بها مواجها اياها كان تخلص منها بغير دليل براءته، فألهمه الله أن يعطيها ظهره ويجري، لأن على خلاف الواقع، لأن الرجل أقوى من المرأة، فلما يواجه المرأة يواجهها بوجهه
مش هيديها ظهر ويجري، صح؟ يعني يعمل لها كده مثلا ويضربها، تروح هي متعلقه في ايه، في قميصه، تروح ايه فتحاه في دخله مين، في دخله العزيز، يقوم يراه يظن ان هو فعلا كان بيتهجم عليه. فهمت بقى ازاي؟ ويريد ان هو يبقى ايه، هو بريء في الحقيقه لكن معهوش دليله، فربنا الهمه يديها ظهر. فهمت بقى ازاي؟ ادي برهان ربي. ولم يقل ذلك الا الفقير الى الله، الحمد لله، لا تجده في التفسير. وعلى المشهور في الآية، فالهم الواقع منه بمعنى حديث النفس المعفو عنه. يعني خلوا هم سيدنا يوسف هنا هم ايه، ما يلقش، الا ان ربنا لم يخرجه الى الواقع، وبالتالي لا ده لو فرض حتى ان الهم هم ان هو ايه، يعني ايه، يأتي شهوته منه. بس ايه، هذا الكلام ايه لا يليق بنبوة سيدنا ايه يوسف، لان الانبياء معصومة ان تهم بالمعصية اصلا. وعلى المشهور في الآية، فالهم الواقع منه بمعنى حديث النفس المعفو عنه، واعلم أن ما يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب. الأولى هاجس، وهو ما يلقى فيها، ثم جريان فيها وهو الخاطر، ثم حديث النفس الثالث وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا، ثم الهم الرابع وهو قصد ترجيح الفعل، ثم العزم الخامس وهو قوة ذلك القصد والجزم به. يبقى بتبتدي الأول إيه؟ هاجس، فخاطر، فحديث نفس، مش كده؟ فهم، فعزم. يبقى هاجس، فخاطر، حديث نفس، هم، فعزم. الأخذ بالأخير وقع، والعفو بالأربعة الأولانيين إيه؟ جاء الوعد بالعفو عنهم. يبقى ربنا لا يؤاخذك بالهاجس ولا بالخاطر ولا بحديث النفس ولا بالهم، يؤاخذك بالعزم بس. فهمت؟ ثم الهم وقصد ترجيح الفعل، ثم العزم وقوة ذلك القصد والجزم به. فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا، لأنه ليس من فعله، وإنما هو شيء ترقه قهرا عليه، وما بعده من الخاطر وحديث النفس وإن قدر على دفعهما مرفوعان بالحديث الصحيح، أي وهو قول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به، أي في المعاصي القولية، أو تعمل به، أي في المعاصي الفعلية، لأن حديثها إذا ارتفع فما قبله أولى. وهذه المراتب لا أجر فيها في الحسنات أيضا لعدم القصد. وأما الهم فقد بين الحديث الصحيح أنه بالحسنة يكتب حسنة، وبالسيئة لا يكتب سيئة، ثم ينظر، فإن تركه الله لله كتب حسنة، وإن فعله كتبت سيئة واحدة. والأصح في معناه أن يكتب عليه الفعل وحده، وهو معنى قوله واحدة، وإن الهم مرفوع، ومنه يعلم أن قوله في حديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل به ليس له مفهوم، حتى يقال إنها إذا تكلمت أو عملت يكتب حديث النفس، لأنه إذا كان الهم لا يكتب كما استفيد من قول واحدة فحديث النفس أولى بذلك، كذا قاله السبكي في الحلبيات، وخالف نفسه في شرح المنهاج، وتبعه ولده، وعبارته في منع الموانع هنا دقيقة. وقد نبهنا عليه في جمع الجوامع هي أن عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقا، بل بشرط عدم التكلم والعمل، حتى إذا عمل يؤاخذ بشيئين، همه وعمله، ولا يكون همه مغفورا ولا حديث نفسه إلا إذا لم يعقبه كما هو ظاهر الحديث. ثم حكى كلام أبيه ورجح المؤاخذة، وخالفه غيره فرجح عدمه، قال: وإلا يلزم أن يعاقب على المعصية عقوبتين، ونظر بأنه لا يلزم عليه ذلك لأن الهم حينئذ صار معصية أخرى. ثم قال في الحلبيات، كل دي مناقشات لإيه؟ لابن السبكي وإيه؟ وأبيه، على أساس أن هم إيه اختلفت كلمتهم وعبارتهم في المسألة دي. ثم قال في الحلبيات: وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به، وخالف بعضهم وقال إنه من الهم المرفوع، واستدل له بما لا يجدي. قال ابن رزين: والعزم على الكبيرة وإن كان سيئا فهو دون الكبيرة المعزوم عليها،
والله أعلم متفق عليه. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. غدا الحديث الأخير في باب الإخلاص والنية، هو حديث الثلاثة اللي راحوا في الغار وأغلق عليه، فإن شاء الله نقرأه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وكما تحب وترضى. سبحان ربك نصفون، وسلام على المرسلين رب العالمين.